السلام عليكم خويا، انا من ساكنه يعقوب من صار امان 5 وحي المسيره، الاسم كريم محمد اخويا. حنا الشكايات ديالنا السيد مشى صاعره خويا، ماشي هو من واحد من المتضررين ولا جوج خويا، بزاف لقيت عدى علينا، خرج طيابات من الحمام، بس السيد تيبيع حيد كرطوشه كارو باش يدق البرا الثالثه. علاش كيخرجها؟ ما عرفتش شنو قال ليه راسو، بدي انسانه من سخون، انسانه كامي ولا امك اخويا ولا مش هذا ولا مش هذا، حنا نعتبروه كاع ماشي موادنا مواطيناش، ما غتخرجهاش من السخون البارده دق لها الفاكسان وطلقها، ما غدي السيد نهار كامل وسط السوايع في الشمس وفي الاخر تيجي يدق الفاكسان وطلقوا سير بلاص. داك السيد هو باغي يشي يدق في عمره 76 عام، قال لها اجبر مع القبر، ما كاينلاش غيدك. كاين اخويا ثلاثه الحلول، كاين ثلاثه الحلول اخويا عندنا في هذه البلاد، واش نطالبوا من وزاره الداخليه اخويا، واش نطالبوا من جلاله الملك محمد السادس نصره الله خويا، تدخلنا في هذا الامر هذا اللي لقيت عدى الحدود ديالو، تخيل صحافي ادى بالتصريح بغى يسرقوا للحبس، واش هذا قايد؟ شنو شي يدير اخويا هو اللي قال ليه بالو؟ راه شي اخويا راه بزاف راه يطلع الدم. زيد وضح للمواطن، واش كيجي كيديهم بالقوه ولا شنو؟ بالقوه ما كاينش بالخاطر، يتصادف معاك هو واحد هو من المتضررين اللي واقف معانا باغي يقدم التصريح. خويا سيمو، خويا سيمو اجا واحد دقيقه خويا ما تزفش، واحد من المتضررين ها هو معانا باغي يدير التصريح، ها هو خويا واخا واخا خويا هو على القايد. اخويا هذا القايد اخويا راه درنا عليه ديما تنهضروا عليه راه بزاف اسيدي، راه القايد هذا اخويا راه لا اله الا محمد رسول الله، بغينا ندير معنا شي حد، واش كاين شي بلا تدق الصحاق البلا الفاكسان تدق الصحا سيدي، ها يجي يوقف عليك يقول لك الباس ولا مازال ما دقيتش شي قرا معلك، يطيحوا عليك قوات المساعدين يطلعوك في الصفيط يجيبوك للسبيطار. سمح لي على واحد يقول لك صحا سيدي، اخيب حاجه اللي دار، اخيب حاجه اللي دار هي غيحط خزانه في الشارع العام وغتحط لي فاكسان في الشارع العام، وهاد لي فاكسان خاصهم ما يخرجوش من الكونجيلاتور، من الكونجيلاتور جيت انسان حاطه في الشارع العام اللي دايس اجي دخل دق الفاكسان، بغينا نعرفوا حنا واش فارشه جريب ولا قروده، هادشي اللي بغينا نعرفو. انتوما داكين لي فاكسان؟ كاين اللي داك ما يكونش عندك جواز تلقيه، ويقد يدخلك يدور يدقلك يزيدك الرابعه هو من عنده كادو بونيس هاد القايد هذا، علاش يتعنى كنيشو بالراده ولا ما عرف اخويا يتعنى والصحه وما باغيش يتعدى، وتخيل تهبط لواحد البنايه في البحر وتيجي 30 واحد في بيكوب ديال تاع بنايه للسبيطار تيحطو بحال الغنم، والله الا غنم اخويا تيحطو بحال الغنم ويدخلهم بواحد بواحد يدير لهم التلقيح ويعاود يخرجهم يركبوا في بيكوب سيروش خدمو. حنا بغينا نعرفوا راسنا معامل، واش القايد ما عندوش يتحكم فيه، حنا شنو نطالبوا الوزاره الداخليه اش دخلنا في هذا الموضوع اخويا، جلاله الملك محمد السادس نصره الله، تندوي مع الناس الرابطه اللي خدام العرش الملكي الشريف اخويا اش دخلوا في هذا الامر، علاش اخويا وتنشكر الصحافه من هذا المنبر هذا. خويا مولي زي اشعل عتيق امام 5 عقاب منصور، خويا دقيت انا الليبره الاولى الجلبه الاولى والثانيه مع المدونش اخويا كنحس بضعف الجنسي بزاف فهمتيني، واخويا مؤخرا دابا مشيت لعندو المقاطع ديته حوايج داكشي الاراضي اللي طراو لي ديتها ليه دابا شي 20 يوم 23 وعندي التاريخ فاش ديتها اللي حاطو في الدار، خويا دابا ملي كنمشي لعندو دابا نعيط دابا نعيط دابا نعيط دابا نعيط دابا نعيط دابا ولا كيدير هذا بصحه ايدو يدخل الحمام يدي عباد الله، مشى للسيكريس يدي عباد الله، المهم المخبازه يدي عباد، المهم جميع ما صنايعيه حريفيه بياعه كلشي ما كاين غير دي صحه، المهم كنهضر على راسي انا صحه ما غيدينيش لقيت جوج اصاحبي، المهم انا صحه ماشي كامل بغيت نوصل القيد ولا اي القيد على القيد ديال المقاطعه الثامنه كنوصل ليه، انا ما غاديش ما غاتبقاش نهائيا حتى دي ما هي حل. ها يا خويا غاتشاري جيني انا صح ما غندقهاش ملي غنولي لاباس ورجعتي ما كانش غندق الثالثه نجي من الاخر، مشيت للمقاطعه غناخذ ورقتي كيما بغيت، مشيت للسبيطار الحومه ورا سبيطار الحومه الشيخ دور شوف هذاك هذاك السبيطار هذاك هذاك اللي مكتوب علينا الا كنت مريض غنمشي ليه بلا ما ندق الثالثه غنمشي ليه بيك ولا بلا بيك غنمشي ليه وبالزمن لك غنمشي ليه وما تمنعنيش، علاش اللي بغيتي تمنعني دير معايا حل ومنعني ما ديري دوز ليا وديري التحاليل وشوف الاراضي اللي عندي عندك الثالثه، اما باش تقول لي دبا صحه ولا نمشي المقاطعه تقول لي واخا دابا الحاله ديالك انت النفسيه يعني واخويا راه بغيت نمشي كتبدا له واحد بزز باش قد بدا يقول لك هادي ولا هادي ولا هادي، حنا كاع بغيت بنادم صحه يدق ليه دوز ليه التحاليل شوف واش مريض شنو عنده هادي هادي وسير دق ليه، ماشي انت تشد بنادم دي صحه يدق انت ما كنتش نقدر انت كتهبط الشيا محقور ربي ما هبطش الشاب بحالك انت صاحبي ابدا مقهوره هنا وزيد تقهرها نتايا واحد مسكين ما عرفتش منين جاي من الصراغ هنا ما عرفتش منين جاي خدام في الحمام. شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي واحد عنده 12 عام 12 عام اه يعني نتايا هاد 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 الابره هادي خلاتك يعني وليت شي وهذا ال تبع الوالو راه الحماق هذا صاحبي راه هذا لا بنادم ما خلينا ما درنا كلينا بوزرو كلينا الروطا ما عرفتش شنو درنا اخويا راه خصو يدير ما يحل حيت هما نحسوا بعد المقاطعه هذه الثامنه يدينا اخويا يدير لي التحاليل ونشوف هادشي اللي بيا الصحه ما غندقهاش شوف واخا يقعدوا لي بخير ما غندقوا الصحه والله ما ندقوا الصحه يلا باش ما بغيت راه كيمشي قايد وكيجي قايد يعني انت ما يعني كتمشي كتقول برا بقوه ولا شنو؟ بلا ما كدير بصحه صاحبي الصراحه ما عمرني كدير يجي يقول لي دي صحه وانا كنهضر على راسي انا صحه ما غنمشيش معاه باش ما بغى بغاه بالموت بغاه بالحبس باش ما بغى والله ما يديني صحه راه كنوصل ماشي للمغرب ولا لهذه المهم انا صحه ما غنمشيش معاك باش ما بغيتي والله ما نمشي معاك صحه
وانت بالخاطر ما مشيتش معاك تدير معايا حل. والورقه المخيره باش في مقاطعه غنكيليزي اي حاجه بغيتي غنبغي نصيب لاكارت اي حاجه غنصيب وبالزمنك ولا بلا بالزمنك وراك شي غنجي.